مع توقف الأطفال عن الدراسة بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، تشهد بعض الشوارع في العاصمة الجزائرية هذه الأيام وجود أطفال يبيعون خبزا منزليا وأغراض خاصة بشهر رمضان. وانقسمت الآراء بشأن ظاهرة وجود أطفال يمتهنون أعمالا خاصة بالكبار، فهناك من يحمل عائلاتهم المسؤولية، بينما يرى آخرون أن ظروف أسرهم قد تكون دافعا قويا لهم للعمل في الشارع. يبيعون رغيف الخبز على الطرقات تحت لفحات شمس شهر الصيام وفي جائحة كورونا. هي مشاهد يومية لأطفال اعتادوا البيع هنا بمنطقة دوودة في ضواحي العاصمة الجزائرية أو هنا بأحد أسواق ساحة الشهداء. مشاهد تباينت بشأنها آراء الناس بين من يحمل أولياءهم المسؤولية أو يبرر الأمر باحتياجات عائلاتهم. إيه ما جوستومون مع المرض هذا كيفو با وليدو يخدم صغير. إيه قلت لك يعني نتأسفوا يعني المظاهر كيما هذوما، ونظن باللي يعني بالك الظروف تاع الانسان هي اللي تحتم عليه انه يحط ولاده في مواقف كيما هذو. وكاين اللي يشتغل ولاده ولا باس عليه ويشتغل ولاده باش يخدموا ما يشبعش، ما عنده ضمير ما عنده والو، الا با ما عندوش خصوصا تاع أبلي يقدر يربي ولاده ويربي. وفي تحقيق مصور اجرته الشبكه الجزائريه للدفاع عن حقوق الطفل، تقدم هذه الأم دوافع أقدام أبنائها الصغار على العمل. يدخل فيها راسو البيع، وبابا كان يشجع فيها باش يبيع. أنا كنت ما نحبش، مالي كيشوفوا في المارشي ما يحبوش، يقولوا لي لا كتعلموا فيه، يقولوا أنا بابا خلاه يروح، وأنا ما كانش عندي سلطة، ما نقدرش نقول له لا لا. الاستغلال الاقتصادي للأطفال يتجاوز 12 ساعة يوميا وفق إحصاءات الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، وهي هيئة مستقلة غير حكومية. 12 ساعة وتوقيت الأطفال اللي راهم يشتغلوا في السوق للأسف، وهذا يضرب صحتهم بالنفسية تاعهم بالأخلاق تاعهم بالأمن تاعهم وبكل النمو تاعهم، ورانا ندفع بمواطنين للأسف للمجهول. وتقر التشريعات الجزائرية للطفل الحق في التعليم والتكوين المهني، وأن تشغيل الأطفال دون سن 16 يعاقب عليه القانون. تشريعات وفق خبراء كثيرا ما يتم الدوس عليها وتفتقد لآليات الحماية وتحتاج لصرامة أكثر، بل ضرورة تجريم الظاهرة. يذكر أن القانون الجزائري يعاقب بالسجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لكل من يستغل الطفل اقتصاديا، وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو مسؤولا عنه. عمالة الأطفال تزداد معها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وهيئات حقوقية تطالب باستصدار تشريعات لحماية الطفولة من الاستغلال الاقتصادي. محمد جراد، الحرة، الجزائر.